يزال عاشوراء مناسبة دينية تكتسي أهمية بالغة عند الجزائريين وكغيرها من العائلات الجزائرية. تحيي العائلات البشارية هذه الشعيرة والتي تتزامن واليوم العاشر من محرم بممارسة بعض العادات والتقاليد التي ورثوها عن الأجداد، ولعل أهمها التمسك بالصيام اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشوراء نقتدوا بها باش نصوموا يوم تسعة وعاشوراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعكف المرأة بمنطقة الثورة على تحضير أنواع معينة من الأطعمة التقليدية كالبركوكس والكسكس، إضافة إلى المكسرات وأنواع الحلويات، بالإضافة إلى قص شعر الفتيات. نديروا بالبولة ونديروا بها بالكرداس والحمر الراس، ونديروا المردود، ونديروا الحلويات، ونديروا الكوكب فيها، ونديروا لاتام شحال. عاشوراء نقصوا الشعر، نمشيو نقصوا في الماء في الساقيه، وكاين اللي يزكي يمشي يدوش، وتكون عرس جديده يمشي يكبوا عليها الماء، يجيبوا من الساقيه يكبوا عليها الماء. وارتبط يوم عاشوراء عند الجزائريين بالزكاة، أو ما يطلق عليه بالعامية العواشير. سوق الناس قاعد تتعشر، الصحة إن شاء الله ربي باش يطول العمر ويجيب لنا إن شاء الله الخير، ونتمنوا الخير للبلاد، وإن شاء الله والله ينصر بلادنا، والله يبعد علينا إن شاء الله الهم، ونتمنوا الخير للجميع إن شاء الله، وكل سنة ونحن بخير. ورغم تراجع بعض العادات والتقاليد التي تحيي هذه المناسبة بمنطقة الثورة، تظل عاشوراء مناسبة لإحياء الفرح واستحضار المولود الثقافي.